كابتن احمد بلال، شفت المباراه ازاي بعد ال 60 دقيقه والمباراه لغايه اخر ثانيه معلقه مين يكسب المباراه؟ هي يعني انا من وجهه نظري ان مباراه كره اليد النهارده في السوبر افريقي كانت مباراه ممتعه من ناحيتين، من جانب الاهلي وجانب الزمالك. الخبرات هي اللي قالت كلمتها في الاخر، لانك انت بتوصل لمرحله ان الخبره هي اللي بتقدر تحل لك المشاكل. يعني واحد زي الاحمد الاحمر سيف الدرع اعتقد علامه قوه كبيره قوي في خبرات نادي الزمالك، ان هم حتى الكوره ما كانتش تروح للجناحات، هم دول المتحكمين في سير المباراه. اذا كان هيشوط او هيباصي او يسقط او يعمل اسيست للاعيب اللي هيجيب جون، وكانت واضحه جدا. هم النهارده الاثنين دول لعبوا حسن القداح، ان هو جاب 6 جوان اعتقد، حسن القداح النهارده 6 هو اللي لعبوه. حسن القداح لازم يلعب زي ما قلنا كده، ان هرنانديز لازم يلعب، لازم تلعب الباك اللي انت جايبه اللي هو بيعرف يصوب. دي كانت نقطه تحول بالنسبه للزمالك، ان هو رجع للمباراه في الشوط الثاني، ونقطه التحول العكسيه بالنسبه للاهلي ان في اخطاء فرديه. مش عايز اتكلم على لعيب، بس في لعيب عمل فور ستيبس مكورتين حولوا المباراه من قلب المباراه من تعادل لفرق واحد كره تانية لفرق اتنين. بقى الماتشات جايه بقى دلوقتي مين هيقدر يتحكم في زمام المباراه؟ يعني قصدك ان زمام الامور اتثابت لما حصل خطأين من النادي الاهلي؟ هو لعيب طبعا، هي اخطاء فرديه زي ما كنا بنتكلم وياسر كان بيتكلم، اخطاء فرديه. الاخطاء الفرديه دي في ماتش تقيل زي دوت ما تستحملش ما تستحملش في الدقيقه الاخيره كمان. في الدقيقه الاخيره